إذا ناخذ هلا بالحالة الثانية 2 متر في الثانية فعندي 86. نعم بلش من 7 بلش من 7 صحيح أي 7 يعني 104.183 السرعة الجديدة 104.183 أول إشي على 4 بس حتى أخذ initial interval 26 و 4% 0.4 seconds والhanding capacity 300 على هذا الرقم في 4 في 7 على 1000 8.06 طبعا لاحظوا هون احنا كان المفروض نعمل تشيك اول شيء نشوف اذا بنزل عدد المصاعد بس واحد ما بنزل عدد المصاعد مش هيك لانه هذا على 30 بعطيني 3 وشيء لما بعمل راوندينج اب برجع على 4 اذا هاي اول اتريشن هلا رح نضلنا نعمل اتريشنز لحد ما نعمل كونفرجنس رح ناخذ الان الرقم الجديد اللي هو 26.04 في 7 على 30 5.46 وآخر إشي 90.5 5.28 هاي ناخذها آخر واحدة إذا عندي هون 90.3 على 4 أول إشي 22 5 7 وهاي إحنا عارفين رح تكون 7% P قديش تطلع P هاي على 4 في 7 30 5.27 على 0.8 6.58 لما نعملها راوندينج اب بتصير 8 passengers اوكي ناخذ اخر سرعه بنفس هاي نعم 8 عملت لها راوندينج اب مش هيك لا 6.8 اسم انا بعمل راوندينج اب لثمانية للبريفيرد نمبر قلنا الكار ستاندرد كاباسيتي 8 اشخاص هلا ناخذ السرعه الثالثه والاخيره 1.6 نرجع هاي ل 7 ونعمل رن من جديد اذا 109.385 على 4 اول شيء اخذ الانترفال 27 35 سكند 300 على هذا الرقم في 4 في 7 على 1000 7.68 اوكي نعمل هلا اتريشنز نرجعها نوصل الكونفرجنس رح ناخذ ايش الرقم بي الجديد هلا 109.385 على 4 في 37 قد ايه 1047 على 4 في 37 102.26 على 4 5.96 101.4 على 4
5.9. اوكي وناخذها اخر واحده 100.95 5.89 اخر رقم 100.873 على اربعه عشان اخذ الانترفال يطلع 25 هاي 7% بي إذا نقسم هذا الرقم على 4 في 37 5.88 وسي سي راح تضلها 8 هيك عندي واضح الحل راح أخذ كلهم حققوا لي الشرط نرجع نفس الشيء ناخذ إذا في اختلاف أرقام بسيطة السبب إنه إحنا غلطنا بشغلة التوتال بوبيليشن بس تنتبهوا عليها ما في غلط بالهذا بس الأصح نشتغل بهاي الطريقة فاكبس تشيك